اسمع صوروا على فوق بعض الاسم خلاص السكية لا ما في داعي انا ما حدا فضل سدنة الفكر والإبداع أهل الرأي والقلم أهلا وسهلا بكم أجمعين إكمالا لفعاليات التنويرية الثقافية نلتقي نحن فريق شبه الروح حزب الحصار ومنتدى بيت الثقافة وإياكم وباستضافتكم في حوارية حول ثقافة الحزب وبادئ ببدء كلمة الصديقة إسراء حيدر ترحيبي بكم أجمعين أسعد الله من مساءكم بكل الخير والمحبة. طبعا نحن نرحب بكم جميعا كحضور وكضيوف. أنا لن أعرف بضيوفنا، سأترك التعريف لزميلتي فاتن. نحن فريق شذا الروح ممثلا بالأديبة فاتن أبو شارخ وأنا إسراء حيدر والشاعر مي الأعرج والشاعر إسلام عرفان. نرحب بكم في هذا المساء بحوارية جميلة عن الأحزاب وعن كيفية التعامل مع الأحزاب ولماذا نحن نضرب عن الأحزاب. يعني سنعرف في هذا المساء نعم بالثقافة الحزبية من خلال ضيوفنا أو ضيفاتنا العزيزات. سأترك التعريف لفاتن أبو شارخ بهم وبضيفنا الجميل. يعني أنت بين ثلة من السيدات الجميلات فلي لك وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. حزب الإصلاح والتجديد حزب برامجي ديمقراطي وسطي موالي ملتزم بالآليات السلمية، كل هم الانفتاح على كافة مكونات الشعب الأردني بما يضمن الوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية. ضيوفي مساعد أمين عام شؤون المرأة ندى فرحانة، مقرر الحزب ناصر عبيد، مساعد أمين عام شؤون الإعلام سمر الفاخور. رحبوا معي بضيوفنا من حزب الحصار. يعني رح أدخل بالأسئلة مباشرة. عزوف الشباب، وهذا هو همنا الآن، عزوف الشباب عن الانخراط عن الأحزاب، عدم إيمانهم بأن الأحزاب ستفيدهم. ابني بيقول لي ليش أنا أروح أنتخب؟ شو رح يعملوني ندى؟ أنتم مساء جميعا. الحزب يعني هو كونه برامجي، الأحزاب هلأ دورهم مهم كثير، الشباب في الأحزاب، وهلأ هاي المرحلة القادمة يعني رؤية جلالة الملك تطالب في انخراط الشباب في الأحزاب، لأنه هناك حكومة برلمانية حتكون من الشباب ومن الأحزاب تحديدا. يعني هذا واجب وطني، يفترض أنهم هم ينخرطوا في الأحزاب،
وبطلت الأحزاب إشي مخيف ومرعب كما كانت سابقا. هناك هلا الوضع مختلف تماما. أنت حزبي مصرح لك تشتغل، دراستك ماشي حالها، ما عندك مشاكل، لا رح تنطلب لأي مكان، فيش محاسبة، لأنه هذه يعني من الحكومة نفسها هي اللي تطالب بانخراط الشباب بالأحزاب. فهنا ما في مشكلة، الحزب يعني مستقبلا حيبني الشباب، حيعطيهم دورات، حيعطيهم تثقيف حزبي، شو حيكون دوره في الدولة، شو بده يعطيه، ممكن احنا نعمل برامج للعمل، تدريب مهني، نحطه يعني حتى احنا في الدورة السابقة بالحزب في شباب كانوا بالجامعة دخلناهم اخذوا ماجستير مجاني عن طريق الحزب، فهي فرصة رهيبة، الماجستير بكلف كثير، ففي يعني امور كثيرة حيستفيد منها الشباب. تلبية المطالب الشعبية، حل مشاكل الفقر، البطالة، الفساد، يعني لنا بصمات الأحزاب في هذه المشاكل. طبعا هاي مشاكل تعم المجتمع كله، فئات مهمشة وفئات عالية المستوى. ماذا فعلت الأحزاب لحل مشاكل البطالة والفقر؟ يعطيكم العافية جميعا، أهلا وسهلا فيكم، بنقدر وجودكم معنا وجهودكم وتركم لأشغالكم وعمالكم لمتابعة الثقافة الحزبية. باسمي باسم أعضاء حزب حصاد برحب فيكم. بالنسبة للسؤال اللي سألت الأخت فاتن، أنا بجد أنه الأحزاب الآن يعني في مرحلة جديدة غير المرحلة السابقة. الموضوع الفساد والبطالة، إيش كان أسد فاتن؟ فساد والبطالة والفقر، هذه مشاكل دائمة في المجتمع، ومش في مجتمعنا بس فقط لحاله الأردني، في كافة المجتمعات العربية هذه الثلاث مشاكل باستمرار. ولا يوجد أي حزب عنده عصا سحرية لحل هذه المشاكل، ولكن أنا بقول إنه الحزب اللي عنده برامج سياسية اجتماعية اقتصادية وبالذات المحور الاقتصادي بيكون قادر على حنسميها حل المشكلة و تقليل النسب المئوية اللي بيعاني منها الشباب في المجتمع. البطالة بالأردن بالسنوات الثلاث الماضية والأربع ونسبة إلى آخر إحصائية أتوقع وصلت 25%، وهذا رقم كثير مهول ورقم كبير. ما وجدنا الأحزاب حتى الآن قادر على أنها تجد مبادرات لإشغال الشباب بهذه المبادرات والعود عليهم بعائدات مادية. إحنا عم بنفكر بحزب حصاد في عدة مبادرات قادمة، ولكن ما أنتم عارفين القانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب صدر بالفترة الأربع خمس شهور الماضية أو انتهت يعني فترة التصويب بآخر أربع شهور، وكان حزبنا مهتم في موضوع تصويب الأوضاع، وكنا ضمن الأحزاب السبعة وعشرين اللي تم تصويب أوضاعهم. إحنا عم نفكر نطرح مبادرة للشباب، إذا يعني تسمح لي فاتن أشرحها ببساطة شديدة. إحنا عم نفكر إنه زي ما إحنا عارفين الشرق الأردن أو المفرق هي تقريبا بسموها سلة الغذاء الأردنية، ومفكرين نطرح على الحكومة إنه نأسس صندوق مالي لا يقل عن 100 مليون دينار لتقطيع بعض المناطق هناك لدنومات أرض أو قطع أراضي، ويتم زراعة فيها والتصدير خارج الأردن ضمن برنامج وطني للشباب. يعني هذه فكرة احنا عندنا بحزب حصاد عم نشتغل عليها إن شاء الله. الهيئة المستقلة والأحزاب تقلص عددها، لماذا تقلص عدد الأحزاب؟ يسعد مساكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه للهيئه المستقله لماذا تقلصت الاحزاب؟ لانه القانون الجديد كان واضح انه يجب على كل حزب انه يستقطب اكبر عدد من المجتمع المدني، سواء سيدات شباب كبار فوق ال 18 سنه. كان الشرط انه يكون 1000 شخص،
أكثر الأحزاب جابت العدد المطلوب، لكن عند عقد المؤتمر النظام كان لازم يحضر 500+1، فمعظم الأحزاب أغلبها يعني ما صوبت أوضاعها. الحمد لله نحن حزب حصاد، المؤتمر الأول ما صوبنا الوضع، المؤتمر الثاني الحمد لله نشكر الله طلعنا من 27 حزب اللي صوبوا أوضاعهم. نعود للمرأة سيدنا، المرأة هل ساندها المجتمع المدني لتكون لتقوم بوظيفتها كامرأة حزبية؟ والله أنا هذا السؤال يعني هو في منه، لأنه يعني جزئية المجتمع المدني ساعدها كمنظمات، لكن كمجتمع محلي الأهل العيلة ما مكنها. يعني هي كانت في العمل السياسي من الشاش أضعي التدريس بأونر وقتي فيه. إذا بدنا نحكي عن موضوع المرأة أوطي صوتي؟ أعلي أكثر منها؟ عم بحس صوتي عالي. طيب يا جماعة بدنا نحكي عن موضوع المرأة كإمرأة حزبية أو علاقتها بالسياسة أو بالمجتمع المدني، الموضوع كثير متشعب. لكن بداية سألتي هل دعم المجتمع المدني المرأة كامرأة حزبية؟ هذا يعتمد على المرأة. هل أنت امرأة حزبية؟ وكيف تكونين امرأة حزبية؟ بالنهاية في الكثير من النساء اللي انتموا إلى الأحزاب لكن لحتى اللحظة نسبتهم قليلة. إحنا المرأة عنا بتخاف زي باقي المجتمع ككلتشر إن هي تنتمي إلى حزب سياسي، لأنه كل الثقافة السائبة عنا أنه الحزب السياسي غالباً ما يكون معارض. هذا طبعا بيختلف مع اللي بينادي في جلالة سيدنا الآن إنه الأحزاب السياسية مطلوبة والمرأة يجب أن تكون جزء لا يتجزأ منها. الآن كل حزب أقل شيء 20% منه لابد أن يكون من النساء و 20% من الشباب، وبالتالي الآن المرأة صار في أمامها فرصة كبيرة إنه أنا إلي رأي. طب أنا كإمرأة كيف بدي أحقق وجودي في المجتمع إذا ما إلي رأي سياسي، إذا ما دخلت بالسلطة التشريعية، إذا ما أصبحت إلي كلمة حتى أنا أضع قانون أو أغير في القانون، إذا أنا ما دخلت في مؤسسات المجتمع المحلي، ما دخلت في المنظمات، ما حاولت إني أنا أأسس لمشروع يمكنني اقتصادياً أو يمكنني مثلاً علمياً. وبالتالي في دعم للمرأة بمؤسسات المجتمع المدني، لكن أنا بحس إن أوقات المرأة تقصر في نفسها إنه لا تسعى حتى تأخذ هاي الفرصة الكافية إنه هي تصير جزء من هاي المؤسسات. أستاذ مصر، هل المرأة الحزبية لها بصمات في تغيير القوانين؟ مساء الخير. أنا بقول إنه الوقت ما زال يعني بدري على موضوع إنه المرأة تقدر تغير داخل البرلمان إذا ما كان لها تحالفات وتآلفات مع القوى اللي بالحزب اللي بالعفو بالبرلمان. يعني احنا نقول الان انه الانتخابات القادمه راح يكون في 18 مقعد للمراه من 18 دائره محليه، واذا افترضنا انه من ال 41 مقعد الدائره العامه من الدائره العامه يعني كمان عدد من النساء صعد الى البرلمان، فاتوقع انه قادره المراه في الدوره القادمه للبرلمان انها تسحب اي قانون اذا تحالف مع بعض، يسحب أي قانون ويجن عليه أي تعديل قادم إن شاء الله. أكرر ترحيبي بالضيوف الكرام. فعاليتنا اليوم عن ثقافة الحزب هي حوارية لنعرف أدوار الأحزاب للنهوض بالشباب والمرأة والطفل وجميع أصناف المجتمع.
سؤالي الآن، المحور الاقتصادي هو الهم القاسم المشترك بين جميع المواطنين الأردنيين. سيد محمد جنوب، ممكن أسألك؟ تفضل. المشاريع الصغيرة، هل استطاعت الأحزاب أن تدفع بهذه المشاريع للمساعدة في القضاء على البطالة؟ مساء الخير. أولا الأحزاب، أحزاب وليدة جديدة، يعني مش إنه يعني أحزاب ما عندها أو شيء، المال اللي تعمل مشاركات ومشاريع وشغلات زي هاي. المحور الاقتصادي لسه الحزب ما وقف زي ما بيحكوا على إجريه حقيقة. الدعم الحكومي للحزب، دعم الحكومي للحزب عبارة عن دعم لانتخابات، دعم لمقرات، دعم لكذا، ولكن بالقانون في من يسمح بالاستثمار وقانون لا يسمح بالاستثمار، وهذا الحكي في المادة ما بقصد القانون عندك ناصر قانون. عملية الأحزاب ما بنقدر نحكم على الأحزاب حاليا إلا لما تكون في فعل حقيقي لتنمية الأحزاب والشغل على الأحزاب، ولكن الأحزاب حاليا ولادة. طيب كيف نحن نصير نشتغل على الأحزاب والأحزاب كلها دور فعال في التنمية الاقتصادية وتنمية المرأة وتنمية الشباب؟ هذا برجع لكم كلكم. لو سألنا سؤال للموجودين حاليا، كم واحد حزب أو ليش ما اشتركش بالحزب وشو الخوف من الحزب؟ هذا أهم من نحكي إحنا في عصا سحرية يا ست فاتن إنه شو دعمت الأحزاب. هلا حاليا إحنا بدنا نبني الأحزاب. كيف بدنا نبني الأحزاب؟ منكم كل واحد فيكم هو اللي بده يبني الحزب، عنده قناعاته وعنده فكره عشان يبني المستقبل اللي بده إياه واللي بيحلم له. إذا حكينا عن البطالة بدهم الأحزاب، إذا حكينا عن عدم الشغل بدهم الأحزاب. الأحزاب يا أخوان ما تشتغل حاليا لا عندها حد من البطالة ولا عندها حد من الشركات، حاليا عم بتنمي نفسها. هلا كيف بدي أنا أشتغل؟ بوجود نفس الشعب اللي بده يكون كل واحد اللي عنده اقتصاد الاقتصادي بده يكون ينتمي لحزب عشان يكون عنده عملية منظمة. إذا بدنا نشتغل تنمية الاستثمار من خلال حزب، إذا أنا بدي أعمل شيء للمستقبل عبارة عن مجموعة من الأفكار بدنا نشتغل عليها، ايد واحد ما بتشتغل. ولكن اذا كان في حزب بيكون عندك مستشار قانوني واقتصادي و و و و و ومرجعيه كامله متكامله، بنقدر احنا نشتغل على الساحه. حاليا كل شو عملت الاحزاب وشو بدها تسوي الاحزاب، وكان سؤال قبل شوي عن الفساد. الاحزاب مش صاحب السلطه، الاحزاب حاليا مش صاحب السلطه لا هي بالبرلمان ولا هي بشكل حكومي. لما بدك تحاسب الاحزاب بتحاسبه لما يكون في برلمان بعد الانتخابات القادمه، واذا استلم حزب السلطه التنفيذيه تقدر انت تحاسبه على عمله. اذن افضليه العمل الديمقراطي في الحياه الحزبيه هي من شقين. الشق الاول اي حزب ينزل على الساحه الانتخابيه عنده برنامج لمده 4 سنوات. هذا البرنامج بتحدث عن الاقتصاد، بتحدث عن التعليم، بتحدث عن الصحة، بتحدث. خلال ال4 سنوات بده يطبق هذا البرنامج تبعه، وبعد 4 سنوات بدك تحاسبه. حاليا في البرلمان الموجود كل واحد عنده فكر مختلف، يعني ما في مجموعة من النواب الحاليين متفقين على رأي واحد وعلى منهجية واحدة وعلى حزب على برنامج واحد اللي يشتغلوا عليه. حتى بالقانون الجديد اللي صار في تخبط صار ما بين النواب والاعيان، لانهم عندهم خلفيه، ويعني الاعيان من خبرتهم متوافقين اكثر كانوا، عاد رجعوا القانون في مواد لصالح المواطن، وهذا المفروض النواب اللي يسووه. بس ولكن لان النواب ما عندهم اليه محدده يشتغلوا عليها متفقين عليها ادوا ذلك القانون. إذا احنا بدنا نشتغل على الاستثمار وعلى الاقتصاد بدنا قوانين جديده. هاي القوانين كيف تيجي؟ تيجي منكم انتم، مني انا، من كل واحد لما بيشترك بحزب هو هذا الحزب اللي بقدم برنامجه وبيشتغل عليه وبصير نموه. حاليا ما بدي انا واحد لو سمحت يعني ما يحاسب اي حزب، اي حزب ما بتحاسب حاليا، لانه الحزب لساته ولا الاحزاب كلها وليده لسه لا دخلت انتخابات ولا دخلت ولا دخلت ولا وما عندها الاحزاب. انا بحكي لكم الان الأحزاب ما عندها مال
اللي تعمل شركات ريادية ما عندها مال اللي تعمل مصانع ما عندها مال اللي تسوي، ولكن إذا عندها إرادة إنها تعمل، ولكن كيف تعملها؟ بوجود المستثمرين والشباب وإلى آخره. شكرا لك. إضافة اللي ذكره أخونا محمد الجمهور، وبالمناسبة هو عضو مكتب التنفيذي بالحزب، بقول إنه القانون اللي صدر مؤخرا لقانون الأحزاب يعني كان مقصر في موضوع الاستثمار فيما يخص الأحزاب. يعني أنت كحزب اعتمادك الكلي على التمويل الحزبي اللي بيصدر من الهيئة المستقلة للأحزاب عم بيعطوك 20-25 ألف، طب إيش بدك تعمل فيهم هدول إذا كان عندك 3 مقرات 4 مقرات؟ ما راح تعمل فيهم شيء، أجور موظفين وأجور مكاتب وقرطاسية وإلى آخره. بنفس المادة اللي هي بيقول لك إنه عوائدك بس فقط من الاشتراكات الأعضاء واستثمار فيما يسمى المأجور تبعك، إذا أنت عندك ملك عمارة أو إلى آخره أنت بتقدر تستفيد من إيجارها. طبعا الأحزاب صغيرة وليدة زي ما حكى الأستاذ محمد، معناته ما في استثمار. وفي تنس آخر بيقول لك يمنع على الأحزاب أي استثمار تجاري أو إلى آخره. طب كيف أنت بتقول له استثمر وصير حزب واشتغل واعمل ندوات تثقيفية وإلى آخره وأنت ما بتعطيه؟ ما بتعطيه بالقانون مادة أقلها إنه يقدر يستثمر. أنا في 2015 طلعت ممثل عن الحزب لألمانيا، وللأسف الشديد أنا بحكي إنه الأحزاب 27 اللي حضرت هناك من كافة دول العالم تقريبا، أقل حزب يعني بأفريقيا بأوروبا بيأخذ $1,000,000 بالسنة، إحنا كنا نأخذ 50,000. ففرق كبير ما بين حزب عم بيوصل للحكومة هناك وبيعمل تداول بالسلطة، وإحنا عندنا أحزاب ما زالت بتحمي لسه. تفضل. وجه سؤال السيد عادل. طيب دكتورة سؤال، يعني بدي أسأل عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الانتخابات ذاتها، يعني كيف تضمن أنه في نزاهة في الانتخابات؟ يعني أنت حتحاضر طيب هلا فعليا إذا بدنا نحكي أنه كقانون انتخاب وكل التطورات السياسية اللي عم تصير جديد هي جميعها تنادي بالنزاهة والتكافؤ الفرص، لكن هل هذا الذي يحدث على أرض الواقع؟ ولا أنا ولا أي شخص آخر يستطيع أن يثبت أنه في نزاهة 100% أو في تكافؤ فرص 100%. قد ما أنه بدأي إحنا شعب قائم على العشائرية في كثير من الأوقات، حتى الأحزاب، مين بيأسس الأحزاب؟ إما النواب، إما نائب سابق، إما وزير، ومعظم أعضاء الحزب مين هم؟ العشيرة، لأنه إحنا بالنهاية شعب قائم على العشيرة. إحنا ما حنقدر نعمل ولا تكافؤ فرص ولا مساواة إلا إذا هذا أول مبدأ إحنا حيدناه، بطلنا ننظر إلى إنه والله إيش عندي مكسب من النائب الفلاني اللي أسس الحزب فأنا أروح أجي عنده. شغلة ثانية، في البرامج اللي إحنا نطرحها، أي برامج سياسية بتكون مطروحة لابد أن تراعي تكافؤ الفرص وتراعي المساواة، مع تحفظي على كلمة مساواة يعني أنا بشكل شخصي. شو هي المساواة؟ ما هي المساواة من البداية؟ إحنا إذا نحكي بأن مساواة بين المرأة والرجل، أنا ما أعتقد الفرص أكثر من كلمة مساواة. نحن لا نستطيع أن نحقق المساواة في كثير من الأشياء، لكن تكافؤ الفرص يعني أن الشخص الأفضل علميا اللي عنده مهارات أكثر اللي عنده قدرات أكثر هو يأخذ هاي الفرصة. فإن شاء الله أنه يكون في عندنا نزاهة وعندنا تكافؤ فرص، هذا بده إحنا نشتغل عليه، إحنا نغير ثقافتنا. بالنهاية يا جماعة الحزب لو ضل يشتغل 100 سنة لقدام والناس الموجودة بالحزب ما سعت في تكافؤ الفرص، ما سعت من نزاهة، ما سعت إنها تحط برامج للتطوير، رح نضلنا محلنا. ومعلش إحنا شايفين الوضع حالياً القائم، عندنا كثير أحزاب بس ترى أعطوني حزب برامجي، أعطوني حزب قدم برامج للمجتمع، ترى ما في بتحذاكم. ما ندر فعليا الحزب لابد أن يكون على برامج. يعني هون نحكي على المرأة، كيف بدي أمكنها أنا سياسيا إذا ما في برامج تدعم المرأة؟ الشباب كيف بدي أمكنه سياسيا إذا الشباب حتى اللحظة، وأنا بحكي لكم من واقع تجربة، أنا بدرس مادة تربية وطنية في الجامعة الأردنية، أوكي في عنا سكشن كامل جزء كامل نحكي على الأحزاب،
والحياة السياسية في الأردن. والله الطغاة ما بيجاوبوا على أسئلة ليه؟ عقلهم مرتبط بفترة الأحكام العرفية، لساتهم بيخافوا. ليش؟ من وين جابوا هذا الفكر؟ ترى منا إحنا قاعدين، منكم، من الأهل. وبالتالي أول إشي لازم يصير عندنا حوار مفتوح بين الأهل والأولاد. تعالوا يا أهلي، شو تجربتكم كانت مع الأحزاب زمان؟ لماذا هذا الفكر موجود في البلد؟ ليه ربينا أولادنا بيخافوا من كل كلمة؟ ليه ربنا بيخاف يجاوب أي شيء سياسي؟ عشان بيخاف إنه شو بده يصير بعدين؟ هل الكلمة هاي أنا في أمان؟ أنا محمي؟ ولا بكرة رح يصير إشي تاني معي؟ ما هو إحنا اللي ولدنا في أولادنا هاي الأفكار. الآن في قانون مختلف، في تمكين سياسي مختلف. طب تعالوا نجيب أولادنا ونحكي معهم. حتى في الجامعات، حتى اللحظة أنا بحكي لكم، أي نشاط سياسي حزبي في الجامعة مرتبط بموافقة عمادة شؤون الطلبة. طبعاً كل عميد شؤون الطلبة مختلف من جامعة إلى جامعة، وبالتالي في طلاب بحسوا إنه عندي حرية إني أعمل نشاط حزبي، في طلاب لا، ممنوع، لأنه عميد شؤون الطلبة ما أعطى الإذن، ما بقدر. إذا إحنا في بداية بدنا تعليمات تنظم النشاط الحزبي في الجامعات. بعدين أجي أحكي عن التمكين السياسي للشباب. بدي نظام يعمل لي تمكين سياسي للمرأة، وتعليمات تشرح وتوضح. يا جماعة الآن المرأة في كتير، بدي أحكي في محيطي أنا، عندها قدرة وعندها سكيلز، عندها مهارات وبدها تتعلم، بس مش ملاقية توعية، مجرد توعية وتثقيف سياسي ما بتعرف. بدليل إنه كتير نساء في الانتخابات شو بتعمل؟ بقولها جوزها روح انتخبي فلان لأنه ابن عمي، وعادي توصل طلاق أوقات وبحلف عليها يمين إذا ما انتخبتي فلان بترفع عبر أهلك. فأي تفاصيل الفرص اللي بنحكي عنه إحنا، معلش خلينا واقعيين. بالبداية بدنا نشتغل على الناس نثقفهم، يعني هاي النبوة رائعة، يا ريت دائما تصير ودائما تتكرر أشياء زي هيك. خلينا نوعي الناس إن إذا لك حق فلت وطالب فيه ضمن الأسس وضمن النظام. الناس ما بتعرف حقوقها من واجباتها. في كتير نساء ترى ما بتعرف إيش إلها وإيش عليها، لا لأنها مغيبة، يعني أنا آسف برين ووش، معمولها غسيل دماغ، مطفية عليها اللمبة لأنه في حدا بيتحكم فيها. إحنا ما بدنا إياكي أصلاً تصيري واعية، ما بدنا إياكي تصيري مثقفة. فكيف بدي أحكي عن تمكين المرأة؟ يعني هل قمت بدورات توعوية للمجتمع المدني ليعرف ما هي حقوقه وما هي واجباته؟ أنتوا كأحزاب هل تحركتوا للمناطق النائية، للغور، للمخيمات، فهمتوهم؟ يعني بس هو لازم يفتح التلفزيون ويسمع. أنت لازم تتحرك كحزبية وتنتقل إلى الغور وتعمل دورات إرشادية. يسعد أوقات. أكيد إحنا تحركنا لعدة مناطق، كان عندنا 7 مقرات في مختلف المناطق، في بالشمال، بالجنوب، في الجيزة، كان في بالوحدات، في أبو علمة، في كل المناطق، وقع وكل المناطق. هلأ إحنا بنحكي توعية عن طريق الندوات التثقيفية، عملنا كثير ندوات تثقيفية وتوعوية، ولكن للأسف زي ما حكت الدكتورة فاطمة بيرجعوا للأهل. الأهل هم أو العشيرة هم اللي بيمنعوهم إنهم ينخرطوا في الأحزاب. صار عندنا شغلة في 2015، الجامعة الأردنية عملت مؤتمر عام لجميع الأحزاب وشارك فيها عدة شباب، يعني مئات، وطبعا كل ياتهم قدموا طلبات انتساب للأحزاب. لما رجعنا عليهم بعد طبعا المؤتمر بعد 3 أيام، من 100 3 انتسبوا. ليش؟ أبوي ما خلاني، عشيرتي ما خلتني، بكرة ما بتتوظف، بكرة الحكومة بتطلب، بس المخابرات بتطلب، وهكذا. فعشان هيك في خوف من الشباب للانخرام بالأحزاب. لكن حاليا مع القانون الجديد ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالانخرام بالأحزاب، وعمل طبعا هلا في الانتخابات 41 مقعد للحزبيين وعظمهم من الشباب، واعطى فرصة للسيدات لازم تكون سيدة في اول 3 أسماء في القوائم، هذا شرط. واول لما تفوزي براءة مباشرة لازم تكون الثانية، وهكذا، ولازم يكون شاب من سن 18 ل 35 في المراكز الأولى. فيعني إن شاء الله نتمنى
انه مع الانتخابات الجديده انه يكون في حياه سياسيه حزبيه جديده. شكرا. يعني الحديث عن الاحزاب موسمي، اقتربت الانتخابات ينشط اعضاء الحزب ويتحدثون عن انشطتهم ويتحدثون عن برامجهم. لماذا اعمال الحزب موسميه مرتبطه بالانتخابات؟ مدى مش مرتبطه بالموسم، مش موسميه. في بعض الاحزاب يعني لابد تكون انشطتها موسميه، لكن احنا حتى من خلال عملنا كناشطات اجتماعيه لما كان بدنا نصوب اوضاعنا، احنا بنعرف انه لازم نسبه المراه تكون عاليه بحدود 20%. كنت اعمل ورشات عمل انا وست سمر بالجمعيه انه نوعي السيدات انهم ينخرطوا بالاحزاب. كانوا يخافوا من ازواجهم انه ليش نتبهدل كذا، بحكي لهم هذا الشيء ما بخوف، بالعكس اجوا طلعوا معنا على الانتخابات الحزب، اجوا على المؤتمر العام واجوا بقوه وحابين كثير ينخرطوا بالحزب. هذا شيء كثير كويس وهي ظاهره جميله. اعتقد انها يعني بطل في عامل الرعب والخوف. طالبات جامعه عندي متطوعات كلهم انخرطوا في الحزب وسجلوا في الحزب، هذا ظاهره جميله يعني. بس بدي اخذ على موضوع الاحزاب والاحزاب الاردنيه والخوف من الاحزاب، هذا كثير مهم اشتغل عليه. في السابق قالت انه الاحزاب ليش عدم اقرار بالاحزاب؟ لانه الاحزاب العالم الاحزاب كانت سابقا مش اردنيه، يعني كان اللي يكون في الحزب قبل ما يطلع قانون الاحزاب والرجوع للحياه الحزبيه في الاردن والديمقراطيه ما كانت اردنيه. كانت اي حزب موجود على الساحه الاردنيه منتمي لدوله ثانيه، الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي، الحزب الناصري لمصر، حزب الاخوان المسلمين كان لمصر برضه، حزب البعث، كانت هذه الاحزاب كلها انتماءاتها غير اردنيه. حاليا في عندنا قانون اردني والاحزاب الموجوده على الساحه اردنيه وهذه محميه من قبل الدوله الاردنيه وموشحة بالقانون بتوقيع جلالة الملك عبد الله الثاني بقانون الأحزاب، وهذا سمح الدستور. حاليا ما في مساءلة لكل حزب، لأن الحزب الأساسي الأردني هو بناء البلد. كانت الأحزاب سابقا لهدم البلد وكانت محاربة، وكانت الأحكام العرفية ما ذات الوقت، لأنك أنت مش حزب أردني ما عندك انتماء لهذا البلد بده محاربوه. أكيد واحد ما عنده ابنك ما عنده انتماء لبيتك بده يحاربه، كيف على الدولة؟ حاليا الاحزاب الموجوده على الساحه الاردنيه 28 حزب، بعد الحزب البكار 28 حزب موجودين مرخصين حسب الدستور حسب القانون، وايضا يمنع مساءله اي حزب. كان اول يسالون انه مش حزب مش اردني، حاليا اردني، كيف انا بدي اسال واحد او كده تسال الدوله أو الحكومة تسأل أنت ليش حزبي؟ طب أنا حزبي حسب القانون، حزبي حسب الدستور. إذا حقي إني أكون بالحزب، وحقي إني أغير، وهدف الحزب زي ما حكينا هو بناء البلد. ما في خوف حالياً، الأهل هذا لازم يعرفوه، الأمهات الموجودة والأباء والإخوان، إنه يا ابني أنت ما دامك في البلد، وهذا الحزب وطني، وهذا الحزب موجود لخدمة بلدك، المفروض تكون موجود فيه أصلاً. المفروض أنت تعبر عن رأيك فيه. المفروض ان يكون طموحك. احنا حاليا نشتغل على استقطاب الشباب، استقطاب المرأة، لان الشباب هم المستقبل للبلد. طيب كيف انا بدي اجي اشتغل على البلد؟ بدي اشتغل اذا ابوي بده يسمح لي واخوي بده يسمح لي، لانه انا بدي اشتغل لابني، بدي اشتغل لبلدي، وابني 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 بدي اشتغل لبلدي. طيب نرجع على الخوف من الاحزاب، لانه بقول لك انا ما بدرس في الجامعه، مين حكى لكم هذا حتى بدرس في الجامعه؟ حيجي مرحله ممنوع تنتخب، ممنوع ترشح نفسك اذا ما كنت حزب. واللجنه المنظومه الملكيه اللي اسسها كانت برئاسه سمير الفتاحي اللي امر بها جلاله الملك، عملت قانون انتخاب وقانون احزاب وكل وسائل الاعلام حاليا الرسميه وغير الرسميه بتحكي عن الاحزاب وانخراط الاحزاب
واحنا دولة عم نتقدم. كيف نتقدم؟ نتقدم ديمقراطية، نتقدم حزبية. إذا أنا بتقدمني أنا أقول ما بدي أدخل وبخاف وهذا مش هتصير حياة ديمقراطية، مش هتصير. حاليا في إرادة سياسية وإرادة قوية لتنمية الأحزاب وتقويتها، بس حبيت أوضح إنه ما في خوف من عملية الأحزاب، والخوف السابق والخوف الحالي من عملية الأحزاب. شكرا. سأعود لحزب الحصاد. لو بدي ألخص برنامجكم السنة، منجزات حزب الحصاد في هذا العام 2023. يعني حصلتنا استثبات بموضوع سنة 23. احنا صورنا وضعنا في نهاية شهر 5، صح يا شباب؟ في 12/5، يعني من 12/5 لليوم تقريبا تحركنا شوي في هذا المقام. انا بشكر صندوق الملك عبد الله للتنمية، برنامج الثقافة الحزبية اللي انتم الان موجودين فيه، هذا كله بدعم وتمويل من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. بصراحة يعني عملنا ندوات في هذه الفترة وجلسات حوارية تقريبا طالت معظم محافظات المملكة، ولسه برنامجنا قوي، يعني بصراحة نوصل الطفيلة والكرك ومعان والعقبة إن شاء الله لسريع القادمة والغور الصافي، يعني هنا شغالين إن شاء الله، ودعاء بالتوفيق لنا. أنا بتمنى كل الأحزاب الأردنية يكون في تنافس بينا على استقطاب الأهل والشباب والمرأة في هذا البرنامج. شكرا سفادة. دكتورة، آخر سؤال، قانون الأحزاب الجديد هل هو مع المواطن أم أن القانون القديم هو أفضل؟ مع هو أفضل. هلا أنا أعتقد إنه أفضل بكثير إذا تطبق بشكل صحيح. يعني فعليا لما يكون في عنا قانون داعم للشباب وداعم للمرأة بهاي النسبة، ورؤية جلالة الملك للشباب والمرأة خلال الفترة القادمة والدعم، يعني الشباب والمرأة عم يأخذوا دعم الآن من الأسرة الحاكمة، ففي ضغط بهذا الاتجاه. وبالعكس سواء للشباب أو للمرأة، يعني سوري إذا جلالة سيدنا معكم شو بدكم أكثر من هيك؟ خليكم جريئين، go for it. يعني كل واحد ماذا يتقن يبدأ فيه، يثقف نفسه. موضوع كتير مهم كمان هذا القانون ركز على المساءلة والشفافية. ترى موضوع المساءلة كتير مهم. أنا لما بدي أنتمي لحزب وأشعر إنه أنا بقدر أجي، تعالوا إيش قدمتولي، إيش عملتولي، أحاسب. يعني كل واحد بيحكي كلمة بده يتحاسب عليها. أي برنامج في له مؤشرات، نجح البرنامج ولا ما نجح؟ الشباب أي برنامج إحنا نقدم لكم إياه، تعالوا بدنا نشوف مؤشرات عليه، نجحنا ولا ما نجحنا. امبارح أنا كنت في لقاء كان في مجموعة من الشباب موجودين، اللقاء كان عن الثقافة الحزبية للشباب وشو متطلبات الشباب. صدقاً أنا شفت شباب رائعين مثقفين جداً، مظبوط هم كان عددهم قليل، بس أنا أعتقد إنه في منهم ألوف موجودة في البلد، بس يمكن إحنا لسه ما وصلنا لهم أو ما لقيوش الفرصة إنه يحكوا أو صوتهم يطلع. كتير في لقاءات أو ندوات بيكون في نساء صدقاً عندها القابلية، يعني عندها potential وعندها السكيلز إنه تبين، بس يمكن ما لقيت حدا شوي يدعمها. أنا دائماً أؤمن صراحة إنه المرأة اللي بتوصل لابد أن هناك رجل آمن فيها، مستحيل أكيد. قديش الرجل يحتاج إلى احتواء من المرأة حتى يتقدم، المرأة تحتاج إلى رجل يؤمن فيها. يعني تمكين المرأة سياسيا لا يعتمد على المرأة فقط، لا، ويعتمد على الداعم الأول منها الرجل. لا بد، يعني ما حنقدر ولا نتطور سياسيا خاصة في مجتمعنا وطبيعة مجتمعنا إذا ما كان الرجل فعليا داعم للمرأة. مظبوط ولا لا؟ أعتقد إنه هذا شيء كثير ضروري. يعني أنا لو خير أن أذهب لمراكز القرار سأذهب للرجل، لأنه الأمر بإيده ولأنه سينفذ لي ما أريده بأسرع وقت ممكن. هل هذا حقيقة؟ المرأة غير مقتنعة بالمرأة أصلاً. نعم. الرجل داعم لل نعم. معلش
جماعة معلش أنا ما حكيت يوصلها، أنا قلت يؤمن فيها، يؤمن فيها ويؤمن بقدرتها. أنا بالآخر ما بستطيع أنتزع نفسي من المجتمع الأردني، إحنا مجتمع عشائري، والسلطة الأولى للرجل في حياة البنت الأب الأخ العم الزوج. معلش إحنا في مجتمع شرقي لا نستطيع أن ننكر بيد مين السلطة، بيد الرجل. وبالتالي لابد أن يؤمن إنه بنتي أو زوجتي أو أختي هي قادرة أن تدخل معترك السياسة أو معترك الاقتصاد ويكون إلها قيمة ويكون إلها كلمة وتستطيع أن تغير. بيجي حدها لبقول لي طيب في ستات ما بيقدروا يغيروا، أوكي غيري اللي بتقدري عليه، ابدأي من بيتك، ابدأي من نفسك. ففي النهاية أنا ما قلت أن المرأة لا تؤمن بالمرأة، لكن أستاذي أنا أؤمن أن المرأة عدو المرأة، أؤمن بهذا الكلام، لكن أؤمن أنه لابد أن يؤمن الرجل اللي في حياة المرأة فيها حتى تستطيع أن تتطور. طب ليه بتأمني هيك يا فاطمة؟ لأني مجتمعي مجتمع عشائري، أنا بنت الأردن وبعرف شو بيئة الأردن، وبعرف إنه أنا لو شو ما بدي أعمل إذا أبوي ما دعمني أو أخوي ما دعمني أو زوجي ما دعمني ولا حدا بيسمعني. فإحنا دائما المرأة بحب تحس إنه الرجل في حياتها داعم ومؤمن بحقها بقدرتها بمهاراتها حتى تتقدم. بس أكيد ما بقول إنه بإيده، بالآخر الحياة كلها حقوق وواجبات، كل واحد يعرف إيش حقوقه وإيش واجباته ويسعى لها ويطالب فيها. سأنقل ودفة الأسئلة للجمهور الكريم على أن يعرف كل منكم اسمه ولمن سيوجه السؤال، وأن لا تتجاوز دقيقة واحدة، هو سؤال وليست مداخلة. الأستاذ حسان لو سمحت تفضل. الله يسعد مساك. أنا بدي أحكي بالنسبة للأحزاب الزمان كانت مدعومة من الخارج وكانت تشتغل ضد البلد. اليوم الأحزاب والتوجهات السياسية جلالة الملك عم بوجهنا إنه بنعطيكم مصاري للأحزاب واشتغلوا وخلي الشباب تطلع واشتغلوا مع البلد، وأي شيء عندك انتقاد أو شيء قدمه عشان الناس تشتغل عليه. هاي شغلة. شغلة ثانية، إذا المرأة ما آمنت في المرأة والله عمر المرأة ما بتصير. المرأة اللي بوصلها بالفترة السابقة حتى العشائر حكيت عنهم هم اللي صفين مع المرأة. هاي واحد. ثاني شيء، رجال نسوانجية بموتوا عن نسوان فبصوتوا للمرأة. شكرا لكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي عليكم جميعا لقاء وضيوفا وزملاء. حقيقة موضوع الأحزاب موضوع يعني أخذ جدل طويل وجدل كبير في مجلس النواب وفي المجتمع الأردني وفي الإعلام وفي كل شيء من كذا سنة، ولحد الآن يا أخوان ما وصلنا إلى أنه في هناك مثلا نواب حزبيين ولا في حكومة حزبية. إحنا قاعدين الآن بنحكي مقدمات ورهاصات لهالشيء هذا اللي بدنا إياه، اللي هي الرؤية، رؤى الأحزاب. الأحزاب عندنا بالأردن ورؤى جلالة الملك طبعاً. الأحزاب عندنا بالأردن في هناك تزاحم. ليش؟ ليش ما نعمل حزبين ثلاثة ونركز عليهم ونلم الناس المجتمع شرائح الأردنية المجتمع الأردني نقنعوا بالأحزاب هاي؟ دائما في لحد الآن الناس عندهم خوف من الأحزاب من الأيام اللي فاتت الماضية من الخمسينات، لما كان الحزبي ممنوع يشتغل، الحزبي ممنوع يسافر، الحزبي مراقب إلى هذه الأحزاب. إحنا اليوم في القرن 21 2023 إحنا اليوم لازم نكون متفتحين أكثر وعين أكثر وأن نأخذ القرارات الحكومية بجد، ما نأخذ الخوف وتردد. والسلام عليكم. علي غبن كأن الدكتور علي غبن. علي غبن. الدكتور علي غبن. جاوب بعدين. بالنسبة لنا. رجاء التزام الهدوء. مساء الخير.
شكرا لشباب نور على تنظيم هذه الفعالية، شكرا لكم جميعا على حضور هذه الفعالية المهمة والقيمة. كل ما يعني أتمنى أن نكون منها الكثير الكثير، وبشكركم على إدارتكم لهذه الفعالية، وبشكر الدكتورة على جميل كلامها. أنا فعلا كانت تحكي في أشياء بالنسبة لي كانت تمس الواقع. الأستاذ حسان تحدث كمان بشكل جميل، الأستاذ علي حكى شيء كثير مهم. أنا لما رفعت إيدي فاتن كنت بدي أقول لك إنه أنت سألتي ست مدى سؤال ما أعطيها فرصة تجاوب فقمعتيها، هي مقصودة صح؟ مظبوط، بس كنت نسمع وجهة نظر الفريق نفسه بالسؤال اللي سألتيه. كان سؤالك إنه إذا بدي أرجع في معاملة أو في إجراء معين وبدي ألجأ لإمرأة أو ألجأ لرجل، هيك في السؤال، فأنت بتفضلي تلجأي لرجل لأنه يمكن برأيك عنده قدرة على أن يصنع قرار. تمام، بس إذا ممكن نفهم ليش هذا الشيء موجود عنه في ذهن السيدات حتى الآن. جواب للأستاذ علي القيسي. الأستاذ علي القيسي سأل سؤال، السلام أبو خالد. الله يمسيكم بالخير. بصدق وبأمانة يا أخوان، إحنا جماعة كل شعاراتنا كانت مهزومة. الباب اللي بيجيك منه الريس سد واستريح، الشهر الملك فيه تعد أيامه، حط راسك مع الروس وقول لك اطلع الروس، وشفت الوهب احصدوا لطول احصدوا وحطوله. الآن احنا قاعدين هاد بحدود 60-70، لو يجينا قلنا كم من واحد فينا متحزب؟ والله ما بنلاقي واحد، واغلبكم كلكم دكاترة، واحد اثنين أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة بس ثلاثة أربعة خمسة ستة طلع قد ايش طلعوا. اذا احنا لغايه اللحظه هاي معلش لا فديش نفسي، انا من اول من حد اسس الحزب وهم بيعرفوا كويس. تمام، انا اللي بدي اقوله اذا احنا الان صرنا في 2023 ولغايه الان احنا خايفين، احنا بحاجه لوعي، وعي اولادنا وعي بناتنا. يا اخوان الحزب ما بوزع موبايل ولا بصرف مصاري، الحزب هذا ان وجد لخدمتي النائب اللي بيبقى قاعد صار مش بحقوقي حنيه الحزب بيطلعوا بيقول له شيء. الاحزاب اسرائيل عدونا اكبر مثال، عندنا اللي بيقودوا عندنا العمل، شايلين دوله، ازاي شايلين دوله؟ احنا لغايه اللحظه هذه بالاردن وبنقول 90% من شبابنا كلهم واعيين ومتعلمين، واحنا اولاد ذكر هذا البلد، الله كتب علينا كبار، من العراق اجوا، من سوريا اجوا، من الاردن اجوا، احنا كل ثقافات العالم موجوده عندنا، ولغايه اللحظه خايفين نتحزب. طب ليه؟ شو بتسوي لك الحزب؟ اذا جلاله الملك قاعد يقول لك اتحزب اتحزب، تحط واحد جاهل في مجلس النواب ولا تحط واحد حزبي اللي الحزب يحاسبه ويقول له وقف؟ انا ما انتبهتك هلا حتى ظلك قاعد على الكرسي. يا اخوان احنا بحاجه للاحزاب، وانا بقول زغيرنا قبل كبيرنا، يوعي اولادنا ووعي بناتنا يتجهوا لهذا الباب. الداعي افضل من الساجد، الرسول عليه الصلاه والسلام لو انها الله يكرمكم، الرسول عليه الصلاة والسلام لو اقتصرت عليه الرسالة ما وصلتنا. فادعوا للأحزاب، ادعوا للأحزاب تضربوا قبل كبيركم. بارك الله فيكم. أبو مينا لو سمحت، أبو مينا مشاركة أبو مينا لو سمحت. أنا كنت أظن تفضل أبو مينا وأرجو أن لا تطيع. مساء الخير أستاذ أبو خالد. أستاذ أبو خالد إحنا استعلاق يا أخوي في مثل أستاذ المجاري بيقول يا غريب أديب، وأنا صرنا 40 سنة عندكم وإحنا غرباء عن هذا الحي. الله يسلمك. أنا لما كنت في جامعة القاهرة بال 77 وقف شابين قدام سيادة رئيس السادات أنه وقف مكانك يا ولد. مين هذا الولد أستاذ القيسي؟ طلع حمدين الصباحين وعبد المنعم بن فتوح اللي ترشحوا لرئاسة الجمهورية. إحنا نحن شاب الأردني، ديري بالك أنت أحزاب بتخوف أولادكم.
ليش بتخليه يشعر بخوف؟ هذيك الايام الله يرحمها معالي اسمى خضر بلال الحق قعدنا مع الدكتور خالد الكنزه، قلت له ليش الطالب الاردني لما نجح في التوجيه قال له راح ترشح للجيش الاردني دافع عن الاردن، روح الامن العام ليش عمره 25 سنه بتقول له افتح قلب، ليش بتقول له مهندس اعمل؟ طب ليش هذا الطالب الاردني بتقول له ما تترشح مجلس النيابه الا لما توصل 30 سنه؟ فياقوا جيل الشباب. عشان هيك جلد الملك حط ولي عهد شاب صغير مواليد 93 امسكوا بزنار. انا سعيد بالحزب تبعكم وانا قريت عنكم انتم مجموعه رائعه، بس اعملوا الدعم المواطن الاردني بلد بسيط زي الاردن وكبير كم 10 مليون 27 حزب. فاتمنى تتقلصوا عشان تخدم الوطن المواطن. جلاله الملك بيقول لكم مسؤوليات حمايه الجميع للتامين على ارض الحريه، بس نتمنى تناقشوا قانون الجرائم الالكترونيه. شكرا. شكرا. احنا 6 مليون 6 مليون مش 10. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امسي جميله زاهر بكي على نوالي. بالواقع الفرق بين الحزب والتحزب فرق شاسع، لازم نعرف شو الفرق بيناتهم. وأكبر مثل ما حصل في لبنان، الأب في حزب والأم في حزب والأخ في حزب والولد في حزب وتشتتت الدولة كلها. فالأحزاب ليس تحزب، وهذا وتفرق بين أهل الوطن. الأحزاب يجب أن تسعى لبناء الوطن، وكلنا نكون يدا واحدة من أجل بناء الوطن وليس التحزب والتفرق. إن شاء الله. حسان باشا والجميع، وسهلا بالحضور الكريم. حقيقة نحن سعداء بهذه التفاعلية الجميلة. شيخنا أبو خالد، أنا بس تنويهات صغيرة إذا سمحت لي الأستاذة فاتن. الإرث الأحكام العرفية خلال السنوات السابقة، مش بس الستينات ثمانينات تسعينات، شكل ثقافة جمعية مجتمعية هائلة للعزوف عن العمل الحزبي مقابل الحياة الآمنة. هاي نقطة. النقطة الثانية، محمود درويش شو قال؟ لن نصبح أمة إلا عندما نغادر القبيلة. وأنا معه الآن. هذول النقطتين فقط بدي أبني عليهم الفكرة. الدولة، وإحنا نشكر جلالة الملك جدا على هذه الانفتاحية على الأحزاب وعلى الديمقراطية، لكن المسؤولية الكبرى، أنا سمعت أستاذنا وقال الأحزاب لا تظلموها، في منه الفكرة. الإرث الذي خلفته الحكومات عليها أن تمسح، عليها أن تمسح، عليها أن تصل إلى مرحلة التعهد اليوم للمواطن بأن العمل الحزبي لن يؤثر عليك في يوم من الأيام. مرحلة التعهد اليوم وليس مرحلة التعهد المجازي أو برا. هاي نقطة. النقطة الثانية، معلش يتحملوني، بدي أقول حزب أحزاب مع عشائر ما بيش. يجب على الدولة أن تقوم، إذا أردنا عمل حزبي حقيقي يجب على الدولة، الدولة نفسها أن تمنع الترشح الفردي للانتخابات، تمنع الترشح الفردي المستقل للانتخابات. إذا أردت أن تصبح نائبا فعليك أن تكون ضمن قائمة حزبية وملتزم بتعليمات وإدارة وبرنامج الحزب. أما نظل نقول يا أحزاب رشحوا حالكم للانتخابات واحنا تركين العشائرين تصول وتجول، فلن تنجح الاحزاب. الان النقطه الاخيره وسامحوني، معلش نقطه. الاحزاب مش دفاعا عن الاحزاب، احنا ما عندنا في حزب خارجي وحزب داخلي. هلا الان في نظريات عالميه، النظريه الشيوعيه هي نظريه عالميه، الحزب البعث نظريه عربيه دوليه. ما بنقدرش نقول والله هذا حزب خارجي، في ناس مؤمنين بالقوميه العربيه. من احنا الاردنيين
من المؤسسين للقومية العربية، من المؤسسين، والأسماء موجودة، لأن هذا لا يعيب أن يكون الحزب تابع لفكر قومي أو لفكر عالمي، لا يعيب، لكن لا نعطيه أكثر من حقه ولا نعطيه أقل من حقه. الآن حزب زي حزب حصار اللي فهمته أنا، إذا كنت أنا يعني استطعت إني أنا أعرف وأنا ما نشرحوني ما عندي خلفية كبيرة عنه، إنه حزب محلي مجتمعي للبلد. هاي مثلا شكل من أشكال الأحزاب. يا مرحبا تشتغل بالبرامجها وين كذا. الآن ممكن بس أختلف اختلاف صغير مع صديقي إنه لا، إذا ما استناش على الحزب يصير له نواب في البرلمان عشان أحاسبه، لا، الحزب لازم يشكل. أنتوا كلكم عقول جبارة، عقول مثقفة جدا، شكلوا برنامجكم قبل ما تنصروا للبرلمان. وآخر نقطة إنه على الدولة أيضا لكي تبدأ الأحزاب بالاستدامة المالية لذاتها، على الدولة التي أورثتنا كل هذا العزوف عن الأحزاب، عليها هي أن تتكفل بتنمية الأحزاب في البدايات. وشكرا. هاي الشاب حابة جدا أسمع رأيه بعد هاي المحاضرة. هو شاب طيب معلش، انا بيجي الشاب تخيل ان المحاضره هاي كلها لو الشاب استوعبها بنكون احنا نجحنا. اول شيء يسعد مساكم، يعني بجوز زي مشاركه غريبه نوعا ما يعني حكم عمري، بس فعليا يعني احنا الشباب في عندنا قدرات انتاجيه، وما عمره كان الانتاج مضبوط في العمر، يعني فعليا احنا الشباب في عندنا امكانيات ممكن تفيد يعني وتفيد وجوده. وننتقل لموضوعنا الأساسي هو الأحزاب. هسه مفهوم الأحزاب طبعا نظرا يعني للتحديات اللي بنواجهها الفترة الأخيرة، من ضمن التحديات الاقتصادية، هو فعليا لو كان في حزب يعني بكون في مرجوع للمواطن للحزب لحل هاي المشكلة. طبعا هسه الحزب هو يعني مبني على أساس المجتمع، والمجتمع المنشط من كلمة اجتماع. الاجتماع طبعا مبني على الثقة، حلو، وكوننا يعني هسا يعني كيف بحكيها، هسا فكرة الأحزاب شيء جديد على البلد، طبعا هي مدعومة من جراد الملك. طبعا هسا في نقص في التوعية صراحة، هسا كيف بدك تجذب مواطن انه ينضم لحزب بغض النظر شو الحزب، هي التوعية صراحة. وأكيد راح يكون في يعني دراسات وخطط من قبل الحزب. وصراحة أنا يعني بناشد الأحزاب إنه تتوجه لقطاع الإعلام عن طريق يعني وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تشرح للمواطن، يعني طبعا كون أقرب وسيلة للمواطن هي وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تشرح للمواطن شو يعني اللي بخلي المواطن إنه ينجذب لها أكثر. طبعا تمام. وفي نقطة أخيرة بدي أوضحها، فعليا لو الأحزاب نجحت في الأردن، وصارت يعني منظمات وعن طريق طبعا دعم من المواطن، راح يصير أكيد، أنا واضح تماما إنه راح يصير في مرجوع لمجلس النواب للأحزاب، لأنه فعليا هي مبنية على المواطن. شكرا لكم. تمام. شكرا. بالنسبة للأخ إسلام عنكم، بالنسبة للانتخابات الجديدة في عنا قائمتين محلية ووطنية. هاي للأحزاب، يعني المحلية هي للأحزاب، يحق لكل مواطن انه ينتخب القائمتين، يعني صارت القائمة مش أشخاص، قوائم، وهذا في القانون الجديد. بالنسبة لوسائل الإعلام، احنا عنا طبعا موقع إلكتروني مرخص من هيئة الإعلام، موجود عليه أهداف الحزب وبرامجه وكل ما يتعلق النظام الأساسي، وعندنا مقالات يومية تنزل على الموقع الإلكتروني. حزبنا زي ما شفتوا حزب برامجي ديمقراطي
شفافية، احترام دستور، تكافؤ فرص، مواطنة، مساواة وعدالة وسيادة القانون، هذا شعارنا. أستاذ محمد شكور إذا تحب تعقب. تفضل يا استاذ. بدأ اول شيء انا بدي اقول لك انه في احزاب خارجيه واحزاب داخليه، لازم نفهموا شو معنى الافلام الخارجيه والداخليه. بدي اعلمك يا ابو سمعت عرفت من الاخر. حاليا سابقا ما كان في قانون احزاب عندنا في الاردن، فكانت الاحزاب الشباب لما بيروحوا يسافروا على روسيا او على شيوعيين او اشتراكيين او على سوريا كانوا ينخرطوا في الاحزاب اللي يقدموها. ما كان في قانون يحمي هذه الاحزاب. وكانت الاحزاب هي انتماء اهل دول مش معروف. حاليا في عندنا حزب البعث، في عندنا حزب الاشتراكي، في عندنا حزب الشيوعي، في عندنا احزاب اشتراكيه، في عندنا احزاب يساريه، ولكن مرخصه. احزاب اردنيه بحته. الفرق بين هذه الاحزاب انه ما عليها مسائلين، وبالعكس هذه الاحزاب تؤخذ برايها وتناقش وتجتمع. وكان في اللجنه الملكيه احزاب يساريين، خمس احزاب يساريين، الحزب الشيوعي، حزب حشد، حزب اشتراكي، كان حزب اسلامي، وكان حزب وسطي. اذا في كان تنويع في الفكر الحزبي. انا بنيجي نحكي انا والله احزاب خارجيه، نعم كانت احزاب خارجيه، لانه انا لما بيجي واحد يسافر على بلغاريا وبدخل بالحزب الشيوعي البلغاري اكيد بده يكون انتمائه لحزب البلغاري، او بسوريا بيكون حزب انتماء. معلش لو سمحت، هذا الواقع اللي كان موجود. لا هذا كان واقع موجود، ولغايه السبعينات والثمانينات كان موجود. ولكن اسمح لي، بعد عوده الحياه السياسيه البرلمانيه قال لهم تعالوا انت عندك افكار بعثيه او افكار شيوعيه اسس حزبك، ولكن لازم يكون حزب متكامل اردني. الفرق بين الانتخابات نحكي على العشائريه العشيره بس ما قاطعتك هو انتماء للفكر وليس للدولة. لا حبيبي اوكي، فكرة اردنية، فكرة اشتراكي تطبق على الساحه الاردنيه، ما بطبقوا انا عشان انضموا مع المسؤولين، وهذا حكي مسموع. الشغله الثانيه انه العشائريه موجوده، ولكن كثير من العشائر، انا من مرزاق آمنت في حزب حصار، وآمنت في انتمائي كان الحزب، وفي بالحزب في عندك من بني حسن، في عندك من المجاري، في عندك من في كل العشائر موجودة في الأحزاب. اسمعني، كل العشائر موجودة في الأحزاب. حاليا الفكر تطور، حاليا الإنسان فكره بموجوده تطور، صار عنده أنا ما بدي أوصل أنا للحزب، لا بدي أكون حزب بيعبر عن فكري، بيعبر عن رأيي، بيعبر عن شو هدفي في الحياة. والأهم يعني تقول ما تحاسبوا الأحزاب اشتغلوا على البرلمان. كيف أنا لساتني مش واصل سلطة وبدي أتحاسب؟ أنا شو بدي أتحاسب؟ أنا زيك حاليا، أنا شو بدك تحاسبني؟ أنا بشتغل على برامج، وهي النت اللي بنشتغل عليها حساب مين؟ من حساب وقتي ووقتهم كله، هذا اللي بنشتغل عليه. المفروض انه انتم تشتغلوا الحزاب اللي عم تشتغل، مش الحزب النايم، الحزب اللي مش موجود، وفيش حزب على الساحه الاردنيه نايم، الكل بيشتغل والكل بيستقبل، بس انت شو الفكر او شو الهدف منك انك توصل حزب؟ شو بدك توصل؟ كيف بدك توصل؟ هذا برجع لك فكره. ردا على بعض الاسئله للاخوان الدكتور علي والاخوان، للامانه بتعطي بس بنهايه الحديث اضاءات، يعني اضاءات هي ضروري انه احنا ننتبه لها. الاردن من الدول المتقدمه في المجال السياسي والديمقراطي على مستوى الدول العربيه، وهذا شيء احنا لازم نعترف به. الامر الثاني، في مناخ سياسي جيد في الاردن بحق لك تتحرك فيه بديمقراطيه عاليه. سيبونا من قانون الجرائم الالكترونيه راح نناقشه يوم السبت، هذا قصه ثانيه، ولكن أنا بحكي بإضاءات بما يخص الأحزاب. الأمر الثالث أنه الأحزاب الآن أمامها فرصة تاريخية لدخول البرلمان بقوة عبر 41 مقعد، بالإضافة إلى التحالفات في القوائم المحلية القادمة إن شاء الله. ألا في متسع الوقت أن تحكي في الانتخابات، ولكن الستات عم بتشرف. شكرا. كنت معكم في فضاء حر وخلاق، أستاذ خميس له مداخلة أخيرة، تفضل. Thank you.
السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بضيوف الكرام. بس في مداخلة، انه اللجنة الملكية وضعت قوانين، ومن ضمن هذه القوانين قانون الانتخاب وقانون النمو والاقتصادي. هل يمكن للوضع السياسي ان ينجح دون النمو الاقتصادي؟ هل هذه البرامج تكفلتها الاحزاب بالعمل على نمو اقتصادي اولا ثم العمل على النمو السياسي؟ هل هناك برامج تقنع الأغلبية الصامتة من المنتخبين؟ نرجو توضيح ذلك. شكرا أستاذ. شكرا. تم توضيح هذه النقطة أستاذ أحمد، شو أتوقع وقعها، ولكن الوضع الآن متاح للإصلاح السياسي وليس النمو السياسي. الإصلاح السياسي الآن متاح في الأردن. مخرجات اللجنة الملكية الدستورية كانت كثير رائعة، وأخرجت قانونين رائعين جدا، قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. بتوقع أنه الآن الكرة في ملعب الشعب مش في ملعب الحكومة. الشعب عليه اختيار مجلس النواب في الأحزاب. عمي أبو خالد عم تشتغل بكل جد وبكل اجتهاد، يعني بصراحة أنا شايف. وأنا بشكر الإخوان في بيت الثقافة، للأمانة هاي من أنجح الورشات اللي عملناها في الفترة الأخيرة. شكرا للأستاذ الروح دكتورة فاتنة بشر وأعضاء الفريق. تفضل. كنت معكم في فضاء حر وخلاق. شكرا لاستجابتكم هذه الدعوة.